الباحث والخبير في مسائل اللي تم التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي. سي حسين أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي راديو أنا فهم. مرحبا بك سي حسين الرحيلي. دونك كان منطلق حديثنا فيما يتعلق بملف الأراضي الدولية، وهي من بين الملفات المهمة والمطروحة اليوم على مستوى وطني، هو آخر لقاء أجمع رئيس الجمهورية بكل من وزير الفلاحة وأيضا وزير أملاك الدولة رئيس الجمهورية اللي حكي وقال أنه تونس اليوم في حاجة إلى جلاء زراعي جديد ينتفع به المواطنين، وحكي أيضا على 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية اليوم إما أنها مهملة أو أنها مستغلة بأبخس الأثمان لفائدة أشخاص منذ عقود. مهم جدا ناس خبراء ومختصين في الموضوع هذا يكونوا حاضرين معنا ونسمعوا رؤيتهم وقراءتهم للملف هذا، وربما شنو هو المطلوب اليوم. سي حسين تفضل. شكرا. بالنسبة للموضوع الأراضي الدولية هو موضوع شائك ومعقد ومتداخل مع مجموعة الأحداث والخيارات اللي مرت بتونس منذ 56 إلى الآن. واليوم كي نجدوا الأراضي الدولية تم الساعة خلط وكبير برشا ما بين الأراضي الدولية والأراضي الاشتراكية، والظاهر حتى الخطاب السياسي الرسمي يخلط ما بيناتهم برشا. ولعل اليوم كي نرجع للمرسوم عدد 15 لسنة 22 متعلق بالشركات الأهلية، ذكر أن إمكانية الانتفاع الناس اللي شعم الشركات الأهلية بالأراضي الاشتراكية، والناس مشت في بالها أن الأراضي الاشتراكية هي أراضي ملك الدولة، وهذا غلط. الأراضي الاشتراكية هي أراضي ملك المجموعات أو القبائل والعروش، وموجودة بالتحديد مش في كل الولايات، موجودة في 11 ولاية براتيكمو معظمهم في الوسط والجنوب والجنوب الغربي والشرقي، وإشكاليات كبيرة تتعرض إلى الأراضي الاشتراكية رغم كمية الأراضي الكبيرة اللي تقريبا هي حوالي 1.7 مليون هكتار. معناها ثم مجهود تبذل في السنوات الأخيرة لتنظيمها، وتقريب 1,400,000 هكتار وقعت تصفية في إطار لجان التصرف، ولكن لملك المجموعة ولصالح المجموعة، وبقت الأراضي هذه نوعا من الرأس المال العقاري، حبيس القبيلة، حبيس العرش، حبيس الأوضاع والتركيبة المجتمعية القبلية المغلقة، معناها ما تحرتش الإرث العقاري. نرجع الأراضي الدولة. أراضي الدولة ثم جوز أنواع في ملك الدولة، ثم ملك الدولة العام اللي هي كل ما هو عنده مصلحة عامة من طرقات من مستشفيات من مدارس وغيرها، اللي معناها اللي راجع بالنظر للجماعات المحلية وغيرها، وثم ملك الدولة الخاص اللي هي كل العقارات والمنقولات والأراضي الفلاحية اللي ماشي موزعة للخواص. وهنا ملك الدولة معناها محكوم بقوانين، وملك الدولة هذا صحيح تعرض إلى عمليات نهب كبيرة خاصة بالنسبة للأراضي الفلاحية. وخلينا نرجع شوي على الأقل المواطنين، خلينا نرجعهم بعد 56 تقريبا الدولة استرجعت 828 ألف هكتار من المستعمر، ثم 745 ألف هكتار أراضي تونسية، وتقريبا 83 ألف هكتار أراضي الأحباس، والأحباس اللي أوقفها وألغاها بورقيبة معناها تقريبا بعد 56 جد تجربة التعاضد لإعادة النظر في الأراضي الفلاحية برمتها. ملك الدولة برمتها دخلنا في التعاضد، جينا رواحنا سنة 69 تقريبا تم تأميم 3.8 مليون هكتار، كل الأراضي هذه مهيكلة في إطار تعاضديات إنتاج كبيرة. لكن المشكل وين اللي صار؟ أنه بعد فشل تجربة التعاضد بين ظفرين صار نوع من التفكيك، تفكيك التعاضديات، وبناء على هذا التفكيك الممنهج معناها وقع التوزيع أراضي معناها ما تقدر ب 329 ألف هكتار من أراضي الدولة تم توزيعها بشكل زبوني للعديد من أنصار السلطة آنذاك وعائلاتهم وأقاربهم والجهد. وهنا كأنه ثم التفويت معناها في ملك الدولة الخاص إلى ناس دون ناس أخرى، وبدأ يضعف أراضي الدولة بالتضعف، وقع كان 497 ألف هكتار فقط، وبقانون 88 الأراضي هذه على مستوى تأسيس شركات الإحياء والتنمية الفلاحية دخلنا مرحلة الريع العقاري، أنه نعطوا أراضي إحياء إلى مستثمرين سواء توانسة أو أجانب تحت اليافطات هذه، وقع التفويت في آلاف الهكتارات معناها تقريبا كان نرجع نقول قرابة 170 ألف هكتار وقع التفويت فيها بطرق زبونية صرفة ولعائلات قريبة من النفوذ وقريبة من السلطة تحت شعارات الشركات الإحياء اللي استنزت الأرض واستنزت الماء والمجموعة الوطنية وخربت أصلا الفلاحة وضربت الفلاح الصغير. وبالتالي اليوم
نقول أنه إشكال الأراضي الفلاحية مازال مفتوح على مصراعيه، ومازال المواطن يحس في روحه أنه الأرض هذه هالأراضي 200 و300 ألف هكتار على الأقل، أنا نقول ثم 290 ألف هكتار مازال تابعة للدولة مش للدولة الخاص، معناها تحت يا إطار ديوان ديوان الأراضي الدولية وديوان التعاضدية الدولية غير مهيكلة، كلاها الفساد خربتها معناها اللامبالاة، زيد أنه راهو الإرث العقاري هذا يلزم استثمارات كبيرة ويلزم تنظيم كبير باش الدولة تعرف مالها وما عليها، وبالتالي إدماج الرأس مال هذا العقاري الضخم. نحن راهو مشكلة اليوم نعانوا كما كنت نسمع في صديقنا على المنظومات، منظومة الألبان، منظومة اللحوم البيضاء، منظومة اللحوم الحمراء، منظومة الحبوب، منظومات قاعدة تدمر، واليوم الدولة مش هنا ما تمش إجراءات حازمة على المستوى المتوسط والبعيد، لأنه اليوم راهي هالإرث العقاري هذا الملك الدولة الخاص راهو إذا كان باش يوصل بالاستنزاف هذا ومأخذ الأثمان الصحيح هذايا، معناها كي نرجعوا لكراسات الشروط في إسناد الأراضي الفلاحية راهي أولا تدمز إلى معناها كما كانت معناها تتعطى لشركات شبه وهمية للإحياء والتنمية الفلاحية، وبالتالي هي الرابح الأكبر وتغرس كان في الغراسات المعدة للتصدير وتستنزف الموارد نتاع التربة وموارد الماء وتستفيد وحدها وحتى الضرائب ما تدفعش. إذا اليوم ضروري إعادة النهار بشكل منظم، ضروري إعادة هيكل ديوان الأراضي الدولية، وخلي التوانسة يعرفوا ايش عندهم الساعة، خلي الدولة تعرف ايش عندها بالضبط. اليوم حتى رقم حتى وزارة أملاك الدولة ما تنجمش اليوم تعطينا رقم صحيح نحن قديش نملك وشنو ملكية الدولة الخاص والأراضي الفلاحية، ملك الدولة من الأراضي عند شكون وبأي وجه حق. واضح واضح سي حسين، علاش كان عندك ما تضيف قبل ما نختم معك؟ نعم راو 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 الملف هذايا ملف حار، ولكن نحس أنه الملف هذايا وراه لوبيات، إذا كان يتحل ثم ناس ما تحبش الملف هذا يتحل ويتحسم. طبعا الحسم باش يكون لصالح الشعب، ونأمل انه كي يتحل يمشي لصالح الشعب وصالح الفلاح وصالح المنظومات الكل اللي يلزم ننقضوها باش نبني لهم الدوام والاستمرارية. واضح.